من بين طيات الألم والحزن والفقد تنهض الأم الفلسطينية تحمل أبنائها لتصطف في طوابير مزدحمة من أجل قطرتين ثمينتين ضد مرض شلل الأطفال. ففي مدينة دير البلح وسط القطاع انطلقت حملات تلقيح ضد شلل الأطفال بالتعاون بين الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية وسط مخاوف من خرق الاحتلال لفترات التوقف القصير للقتال والمفترض أن تستمر خلال مراحل التطعيم. علي كان اليوم علشان أطعم بدأ تطعيم شلل الأطفال وإن شاء الله نشوف مرض وهي أكثر من أمراض دحنا بني إسحاق وإن شاء الله تنحل الأمور نرجع لبيوتنا وسلموا غنمين يا رب. الحملة انطلقت بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل وافقت على سلسلة هدى إنسانية يستمر كل منها 3 أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله لتنفيذ حملة تستهدف 640,000 طفل في أنحاء غزة. أمراض جلدية منتشرة بشكل مش طبيعي، مفيش منظفات، منظفات غالية كتير يعني مش قادرين نوفي حقها، وغير الأكل كمان والأكل غالي، كل حياتنا غالية والأطفال أوزانهم كتير نقصت، يعني كانوا ما شاء الله عليهم صاروا هيك. جوليا توما مديرة الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتجميل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت بدورها إن هذه الحملة تعد واحدة من أكثر الحملات تعقيدا في العالم باعتبار أنها تتم مع استمرار الحرب على غزة ووسط مخاوف من تعرض مناطق الحملات إلى قصف مباغت. المسؤولة الأممية كشفت كذلك عن أن فرق الأونروا والعاملين بالمجال الطبي يخوضون سباقاً مع الزمن للوصول إلى الأطفال وسط حطام المنازل التي قصفت وفي ظل كارثة بيئية وصحية يعاني منها القطاع بأكمله. السلطات الصحية في غزة ووكالات الأمم المتحدة حددت 67 مركزاً للتطعيم في مستشفيات ومستوصفات ومدارس في وسط القطاع الفلسطيني. وفي الجنوب سيكون هناك 59 مركزاً إضافة إلى 33 مركزاً في الشمال الذي بات غير مأهول إلى حد كبير. وفي هذين الجزئين من القطاع سيجرى التطعيم في مرحلة ثانية ثم ثالثة. ومع كل صرخة طفل تترصد بها الأوبئة والأمراض في غزة وكل شهقة فزع من أم مكلومة تسير أيام القطاع بطيئة مثقلة بالهموم والمخاوف فيما تتجه العيون لكل قطرة من لقاح شلل الأطفال علها تؤتي ثمارها في حماية رضع القطاع من خطر داهم بات يتهددهم ويطفي على حياتهم هما جديداً.